ماشي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم مين. الفا بلوندي يتزوج بتونسي، هذا الخبر ريده في موقع نسمه، دونك لكم المصدر في الوصف. الفايده، الفا بلوندي الفنان العالمي اللي من الكوت ديفوار اللي يغني الريغي وعنده صيت عالمي يتزوج بتونسي. الخبر هذا باش ندخل فيه بالتفاصيل. امس في 20 فيفري تم عقد القران ما بين الفا بلوندي وعليسا الدراجي اللي هي تونسيه. العقد هذا تم في جامع في مسجد في الكوديفار. على ذكر الفا بلوندي هو مسلم. دونك الحكايه بدات هي عليسا ولا اليسا الدراجي تخدم في اذاعه كمنشطه. الاذاعه هذه يملكها الفا بلوندي، تعرفوا على بعضهم وتمت عرسه كله وربي هنيهم. كان هذا اخبار حبيت نبارتاجيه معاكم. كما قلنا ربي هنيهم ومشرفين التونس معناتها في العالم. حسيت كما قلنا ربي هنيهم، وهذا خبر معناتها عجبني حبيت نبارتاجيه معاكم. الى اللقاء ان شاء الله في خبر جديد وفيديو جديد من عالم امين. الى اللقاء.